وانطلاقة مهرجان الأمير الوالد حفظه الله ورعاه في أول أيامه. نتابع مع حضراتكم أشواطنا في هذا الصباح التي تحمل لنا مزيدا من الإثارة والتحدي والتشويق على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهج النصف. لحضراتكم مشاهدين الكرام هذه الأشواط الصباحية مع سن الحقايق. ينطلق الشوط العشرون يحمل لنا جديد الإثارة. نتابع مسار وتحديات هذا الشوط مع البداية. نبدأ مباشرة مع متعبة في مقدمة الشوط في المركز الأول محمد بن ناصر بن فيد المر الذي يقدم متعبة في مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة مع المركز الثاني منصورة قادمة بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني اللي قدم منصورة على المركز الثاني. المركز الثالث تابع التواجد في هذه اللحظات من موجه القادمة في هذا الشوط لسالم بن حمد بن صالح أبو شريدة قادم مع موجه على المركز الثالث، وفي رابع المراكز تابع التقدم في هذه اللحظات وصول من لفهدة جابر بن هادي بن جابر البريد المري اللي قدم لفهدة على المركز الرابع. وخامس المراكز الاسم الواصل في هذه اللحظات سيوف بدأ تتقدم في هذا الشوط. فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل من يقدم سيوف على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتقدمة للخمس الأسماء المندفعة في هذا الشوط. هنا نتابع مشاهدين الكرام خلف دائرة الندى أيضا أسماء قادمة وشعارات مشاركة في هذا الاندفاع مع تحديات هذه الرياضة في مهرجان الأمير الوالد. يا سلام يا سلام يا سلام، أجواء الشحانية غير، عودة إلى البداية إلى المقدمة والصدارة. لنتابع المقدمة متعبة، ومتعبة لا زالت هي مقدمة الشوط. محمد بن ناصر بن فيد الزبدان المري اللي قدم متعبة في المركز الأول في الصدارة الأولى، بينما على المركز الثاني أتابع التواجد مشاهدين الأعزاء من موجة على المركز الثاني القادمة بقوة لسالم بن حمد بن صالح أبو شريدة، وشعار أبو شريدة مع موجة على المركز الثاني. وثالث المراكز الواصلة نوع اللي خذت المركز الثالث سعيد بن بطي اللي قدم لنا نوع في المركز الثالث في هذا التحدي الجميل. المركز الرابع رابع المراكز وصول من مظنة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح من يقدم مظنه على المركز الرابع. وخامس المراكز اتحركت في هذه اللحظات السيوف على المركز الخامس فيصل بن صالح بن مسلم بن عقيل القادمه بقوه في هذا الشوط، ولكن من هناك ارصد الوصول من بروق طالب بن مسلم بن طالب بن عقيل هي الاخرى قادمه بتحديات مميزه في المركز الخامس. عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى البدايه إلى الصدارة والمقدمة. متعبة لا زالت هنا مشاهدين الأعزاء من تقود هذه الأسماء. متعبة في القمة وفي الصدارة، متعبة هنا مع الناموس والانتصار حتى هذه اللحظات. محمد بن ناصر بن فيد الزبدان المري اللي قدم تحديات البداية يقدم متعبة في المركز الأول في الصدارة الأولى، ولكن شعار الزعبي القادم مع نوعية مميزة 1200 عن خط النهاية. وصول هناك من نوع على المركز الثاني سعيد بن بطي بن محمد المري اللي قدم نوع على المركز الثاني، ولكن نجومية في ثالث المراكز. نتابع هناك التواجد مظنة 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 القادمة في هذا الشوط علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح اللي قدم مظنة أبو شريدة في المركز الرابع مع تحديات موجة. وفي المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات مبعده القادمة بقوة لسالم بن عبيد بن سالم الفيدة المري قادم مع مبعده، ولكن عودة مع البداية ومع متعبة في مقدمة الشوط، ولكن نوع متعبة في المقدمة في صراع ثنائي على ناموس هذا الشوط. ولكن نوع أعلنت المغادرة، أعلنت الإقلاع مع اللحظات الأخيرة ومع الأجواء النهائية. يا سلام على أداء الجميل مشكور يا الزعبي اللي قدم تحديات هذا الشعار مع نوع في المقدمة نوعية ولا أجمل هنا في مقدمة الشوط في هذا الأداء الجميل. شوف الإقلاع، شوف الإبداع، شوف السرعة، تبارك الرحمن على هذا الحضور المشرف من نوع في مقدمة الشوط.
مشكور يا المغامر، شكرا يا سعيد بن بطي اللي قدم تحدياته في هذا الصباح، ومع نوع في هذا الصباح مع مهرجان الأمير الوالد تحضر بقوة وتسجل اسمها بحروف من ذهب في هذا الصباح مع تحديات هذا الشو. سلام المغامر، سلام سلام نوع، سلام. مشكور يا الزعبي، تهانينا واسعد الله صباحك على هذا الفوز وهذا الإبداع في هذا الشوط مع الفارق المميز في اللحظات الأخيرة. المركز الثاني من وصلت في ثاني المراكز متعبة لمحمد بن ناصر بن فهيد زبدان المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت مظنة علي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن قرح. المركز الرابع وصول من موجة لسالم بن حمد بن صالح بو شريدة. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت بروق لطالب بن مسلم مطالب بن عقيل. هذه نتيجتنا، ولكن عودة مع نوع وتوقيتها لحظة الوصول إلى خط النهاية نوعية والأجمل يا الزعبي سعيد بن بطي. مشكور يا المغامر، وصلت في 5 دقائق 55 ثانية، 53 جزء من الثانية هو التوقيت الزمني لنوع. تهانينا لسعيد بن بطي بن محمد المري على هذا الفوز وهذا الانتصار ولحظة اندفاعها مع اللحظات الأخيرة. المركز الثاني من وصلت متعبة في 6 دقائق وثانية 91 جزء من الثانية، تهانينا لمحمد بن ناصر بن فهيد آل زبدان المري. المركز الثالث وصول من مظنة في 6 دقائق 2:38 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لعلي بن حزام بن راشد بن عبد الله بن